لا خالص مفيش اي تشابه. لا لا القصه عامه ملهاش علاقه قوي بالدوري المصري والكوره. الناس يعني فيلم كوره فيه خط اساسي بس هو هتشوف الحاجات اللي يعني مش هتشوف لعب كوره كتير على قد ما هتشوف قصه يعني حكايه بتتحكي ورحله كده ما بين واحد بيورث نادي يعني وبيضطر يشوف هيعمل فيه.